السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب سوف نقدم لكم إن شاء الله كل شيء بالتفصيل في هذه النشرة المفصلة الخاصة بحالة الطقس خلال الأيام القادمة، وابتداء إن شاء الله من فترة ليلية، وسوف نقدم لكم 9 أيام إن شاء الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. يتوقع ابتداء إن شاء الله من زوال اليوم مع احتمال تقدم أمطار عاصفية وقوية، منخفض جوي قطبي قوي جدا سيؤدي إلى أمطار عاصفية على عدة مدن وسوف يغطي إن شاء الله المملكة. سوف نقدم لكم كل شيء بالتفصيل في هذه النشرة المفصلة. أما بالنسبة لتوقعات فترة بعد الزوال إن شاء الله والفترة الليلية، رياح قوية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، على السواحل الجنوبية للمملكة وعلى سوس بإذن الله، والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية مرتفعة الريف وأقصى شمال المملكة، وكذلك الجديدة مراكش وصيرة ووجدة وبركان، وكذلك النضر والحسيمة وطنجة مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بإذن الله. سوف تعرفوا رياح نسبيا قوية جدا وجهة الشرقية. بالنسبة لتساقطات الأمطار فيحتمل أن تستمر بعض تساقطات المطر الضعيفة على وجدة ومرتفعات الريف، لكن تبقى ضعيفة ومتفرقة بحول الله. يوم الأحد يتوقع بحول الله كذلك أن تبقى الأجواء غير مستقرة مع احتمال بعض قطرات مطرية على الجهة الشرقية ضعيفة محليا، مع تقدم كما قلنا منخفض عملاق قوي جدا سيؤدي إلى أمطار عاصفية وقوية كما سوف تلاحظون وسوف تشاهدون إخواني الأعزاء نسأل الله الثبات. يتوقع كذلك يوم الاثنين أن تكون أجواء غير مستقرة أقصى شمال المملكة مع احتمال بعض التساقطات المطرية على طنجة وأصيلة والعرائش تطوان شفشاول لميمونة وإساقن بحول الله، وكذلك بعض التساقطات المطرية على فاس. يتوقع كذلك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر دخول بعض التساقطات المطرية على التاونات قرية أبو محمد بن سليمان سيدي علا التازي وأمطار على الرباط ضعيفة محليا. أما الفترة الليلية أجواء صافية إلى قليلة السحب كما قلنا مع تقدم أمطار عاصفية خلال الأيام التي سوف نقدم لكم بالتفصيل في هذا الفيديو المفصل إن شاء الله. يوم الجمعة يتوقع تقدم كذلك جبهة ممطرة، ولكن تبقى هذه التوقعات ربما تسبب تغييرات، وكما تشاهدون تقدم منخفض جوي أطلسي قوي جدا سيؤدي إلى أمطار عاصفية كما تلاحظون إخواني الأعزاء ابتداء إن شاء الله من يوم الاثنين 28 نوفمبر، والمدن المعنية فهي كالتالي: أمطار عاصفية وقوية خصوصا على الأقاليم الجنوبية المملكة، على قلميم وطانطان وكذلك العيون بإذن الله، وأسمارة أمطار حاضرة كذلك على بوكرع وبوجدور بإذن الله، وكذلك الجرفية والداخل أمطار عاصفية وقوية كما تشاهدون، منخفض جوي قطبي أطلسي قوي جدا سيؤدي إلى أمطار عاصفية على المملكة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. وبالنسبة للتوقعات كذلك النموذج الأمريكي بإذن الله سنرى فيشير لدخول أمطار عاصفية وقوية إن شاء الله كذلك على المملكة. كما تلاحظون إخواني الأعزاء سوف نقدم لكم النموذج الأمريكي الذي كما تشاهدون ابتداء من يوم الأحد فستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليلة السحب. يوم الاثنين كذلك مع احتمال كما لاحظتم دخول بعض التساقطات المطرية يوم الثلاثاء أقصى شمال المملكة. يوم الأربعاء ستبقى الأجواء صافية كذلك الأحد باحتمال كما قلنا عودة أمطار الخير ابتداء من يوم الجمعة 25 نوفمبر بإذن الله على الشمال الغربي للمملكة والمدن المعنية، فهي كالتالي: أمطار حاضرة إن شاء الله على تطوان طنجة العرائش ببرد شفشاول للميمونة سيدي علا التازي سيدي سليمان الرباط الدار البيضاء بن سليمان برشيد وكذلك الوالدية وأسفي. أمطار عاصفية وقوية إن شاء الله سوف تستمر كذلك على عدة مدن ليوم السبت كذلك خصوصا على فاس ومرتفعات الريف بإذن الله. أما والرباط أمطار كذلك معتبرة قادمة إلى المملكة ومنخفض جو أطلسي كما لاحظتم في آخر تحديدة نماذج الطقس، كما تلاحظون أمطار وثلوج معتبرة وكثيفة على المملكة والمدن المعنية كذلك بهذه التساقطات المطرية هي بركان والناظور، وطقس مفاجئ والليل الحمد أمطار ومنخفضات جوية متتالية قادمة إلى المملكة نسأل الله الثبات، كما يشير له النموذج الأوروبي وكذلك الأمريكي. فهناك أمطار خير قادمة بحول الله، ولكن أمطار قوية جدا إن شاء الله وغير مسبوقة. والمدن المعنية ابتداء إن شاء الله من يوم الاثنين نسأل الله الثبات، فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى ربما تشهد تغييرات. فالمهم أن النماذج العالمية الأمريكي والأوروبي يشيران إلى دخول هذه الأمطار، وإن شاء الله نأمل الثبات. وبالنسبة للمدن المعنية فهي بركان ناظور دريوش الحسيمة وكذلك ساكا وآكنون وإساقن وزال لميمونة سيدي علا التازي العرائش طنجة وتطوان وشفشاول لميمونة سيدي سليمان الخميسات الرباط بن سليمان وكذلك الدار البيضاء برشيد 16 وولاد فرش خريبقة البروج بن ملال زود شيخ خنيفرة توفيت إيميل شيل تساقطات ثلجية على أسول تبانت أكادير بوحشيبة قلعة السراغنة سيدي بوحشمان مراكش شيشاوة أمزميز أوكيمدم إيمن تانوت وأيداود والصويرة وأسف الدار البيضاء الوالدية والجديدة ولاد فرش برشيد الكارة وكذلك
وذلك بسليمان والرباط والرماني والماس وأمطار عادرة على فاس ومرتفعات الريف. الفترة الليلية أمطار عاصفية قوية كذلك محليا وتساقطات ثلجية كثيفة خصوصا على مدن التالية: على وجدة والناظور، حسيمة، ببرة، تطوان، العرائش، سيدي سليمان، الرباط، دار بيضاء، ولاد فرج، أمطار غزيرة وتساقطات ثلوج كثيفة على مرتفعات ميدلت وإفنان وخنيفرة وتونفيت وتنغير والرشيدية ومراكش وكذلك شيشاو بإذن الله. أمطار حاضرة قلعة استرغنا، أكادير، بوعشيبة، أزيلال، بن ملا، زاوج الشيخ، خنيفرة، واتزم، والماس، خميسات، الرماني، بن سليمان، دار بيضاء، القارة، برشيد، ولاد فرج، الوالدية، كذلك قرية بو محمد، تاونات وإيساقن والخميسات وكذلك بركان ووجدة وجرادة أبو عرفة أبو عنان وعن شعر وتوريت وكذلك أمطار حاضرة على طنجة وأصيلة وتطوان القنيطرة بإذن الله للميمونة السلة وكذلك المحمدية. أمطار عاصفية وقوية كما تشاهدون إخوة الأعزاء. لآخر تحديث نماذج العالمية بإذن الله تشير لطقس قوي وأمطار عاصفية وقوية إن شاء الله.